اهم حاجه هنتكلم عنها النهارده هي فحوص ما قبل الزواج. طبعا كتير منا يستغرب ايه لازمه فحوص ما قبل الزواج، ما نسيب الموضوع على ربنا لما يبقوا يتجوزوا يبقى يحلها ربنا. فحوص ما قبل الزواج دي من الحاجات المهمه جدا، لانها ممكن تكتشف حاجات كتير قوي في الزوجين بتوع المستقبل، اي شاب او فتاه مقبلين على الزواج ممكن تكتشف فيهم حاجات ممكن علاجها حتى من قبل الزواج، او ان احنا ناخد بالنا منها من قبل الزواج. فحوص ما قبل الزواج بتعتمد على اجراء بعض تحاليل الدم للبنت، من خلالها نقدر نعرف تقريبا الحاله الهرمونيه بتاعتها ايه، لان في حاجات هرمونيه كتير قوي عند البنات بتحتاج تتظبط. وبتحتاج نعمل برضو تحليل دم للولد برضو عشان نطمن على الحاله الهرمونيه بتاعته، واذا كان محتاج حقن هرمونيه قبل الزواج ولا لا عشان تظبيط الحيوانات المنويه. من ضمن الحاجات المهمه برضو بنعمل تحليل للسكر، لان السكر من الحاجات الهامه جدا التي قد تؤثر على الحاله الجنسيه للزوج فيما بعد. فلو اكتشفنا ان الشاب عنده سكر دي حاجه مهمه جدا. اكتشاف السكر قبل الزواج من الحاجات المهمه جدا اللي لابد ان احنا نعرفها، لانه هيؤثر في كل حاجه، ممكن يؤثر على الحاله الجنسيه بتاعته وخصوصا اذا كان السكر مش متظبط، ممكن يؤثر على الانجاب لانه ممكن يعمل حاجه اسمها قذف مرتجع وما يخليش السائل المنوي يخرج بره وبالتالي يمنع الانجاب، يعني ممكن يمنع العلاقه الزوجيه السليمه وممكن يمنع الانجاب. فاكتشاف السكر مبكر في فحوص ما قبل الزواج من الحاجات الهامه جدا اللي لازم نركز عليها. من ضمن الاهداف برضو بتاعه فحوص ما قبل الزواج اكتشاف اذا كان الزوج عنده دوالي ولا لا، لان الدوالي من الحاجات اللي بنسميها ان هي ممكن تتعامل عمليه الدوالي دي بصوره وقائيه، بمعنى ان احنا لو لقينا الشاب اللي مقبل على الزواج عنده دوالي ولقينا فيه تاثر في السائل المنوي، فمفيش اي مبرر ان انا اقول له استنى نبقى نعمل لك العمليه لما تتجوز. طالما ابتدت تاثر على الحيوانات المنويه عنده يبقى لازم نعملها في اقرب فرصه ممكنه، بحيث ما نستناش لما يتجوز وتكون حاله السائل المنوي بقت اسوا من دلوقتي. وبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي بتبين اهميه فحوص ما قبل الزواج. من الحاجات المهمه جدا كمان اللي بنعرفها في بتهمنا قوي في فحوص ما قبل الزواج انها ما بتبقاش فحوص بالمعنى المفهوم قوي، لا كمان بتبقى في استشارات. كثير من الشباب والفتيات بيبقى عندهم اسئله عن العلاقه الجنسيه وعن الالتزافات وعن الحاجات دي كلها، بيحتاجوا التحدث فيها مع طبيب، فبدل ما يروحوا للمواقع المشبوهه او للمواقع النت المشبوهه او لبعض الحاجات اللي هي مش طبيه ومش علميه، احنا بنديهم النموذج السليم الطبي بحيث ان الدكتور يقدر يفهمهم كل ما يتعلق بالحياه الزوجيه وكيفيه تنظيم الاسره مثلا في اول الزواج، وهل ممكن يمنعوا الحمل في اول الزواج ولا لا، او ايه الوسائل المظبوطه. فما بتبقاش مجرد فحوص ما قبل الزواج بس، بتبقى فحوص واستشارات ما قبل الزواج، فهتبقى مفيده جدا لاي شاب وفتاه مقبلين على الزواج. وفي النهايه بشكركم وبتمنى ان انا اقابلكم في فقرات جديده ان شاء الله عن التوعية الطبية بالصحة الجنسية والصحة الإيجابية، وإلى اللقاء. شكرا لكم.